حسب رأيكم السيد محمد، هل ستكون المجالس البلدية القادمة في خدمة بلديتها وخدمة السكان أو المواطنين؟ حسب توقعاتنا ودراستنا للخارطة السياسية بالنسبة للولاية في هذه الانتخابات، سوف يكون هناك تحسن كبير بالمقارنة بما مضى من المجالس، بحكم أن البرلمان السابق كان فيه تعدد الناجحين في عدة أحزاب، بحكم تقدم شباب ذو مستوى علمي لا بأس به وأخلاقي، نعتقد أن مستوى المجالس المنتخبة القادمة سوف تكون أحسن بكثير. هذا توقعنا.